ولنقاش ملف أزمة المخفيين قسرا في العراق تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. وعليكم السلام. دكتورة، في ظل تفاقم أزمة المخفيين قسرا في العراق وعدم التوصل إلى حل، كيف يفسر تفاقم الأوضاع في ملف المغيبين قسرا رغم انتهاء العمليات العسكرية؟ نعم، يعني كما تفضلت، ملف المغيبين قسريا لا زال يتفاقم ولا زال على حاله السيء. طبعا هناك عدة عوامل تؤكد هذه الحالة المأساوية. أولا أن الإخفاء القسري هو نهج حكومي وميليشياوي، وهذا لم يتوقف عند حد العمليات العسكرية. نعرف جيدا أن الغرض من الإخفاء القسري هو إخفاء كل الأصوات المعارضة للحكومة، ومن ضمنها ما حدث في التظاهرات السلمية والتي هي لم تشهد أي عمليات عسكرية أو اعتداءات مسلحة على أي منشأة أو أي مواطن أو حتى فرد أمني، ولكن مع هذا استمرت عمليات الإخفاء القسري وكانت واضحة جدا بعد التظاهرات التي انطلقت في أكتوبر 2019، ولحد الآن مستمرة هذه العمليات دون أن تتوقف. الحكومة لا تريد أن تضع حدا أيضا لهذا الموضوع، وذلك لأنها لا تستطيع السيطرة ولا التحكم بالمجرمين الذين يقومون بهذه الأفعال، ولا تستطيع محاسبتهم، ولا تستطيع تقديمهم إلى العدالة، بل على العكس من ذلك تساهم بتغطية على جرائمهم، تعمل على التعتيم، يعني استحداث لجان تحقيق لا نعرف نتائجها، أو حتى الاتيان بأكباش فدائي يتم تقديمهم على أنهم مرتكبوا لهذه الأفعال من أجل التغطية على أفعال القوات الحكومية أو الميليشيات. نعم، جريمة الإخفاء القسري هي جريمة متعدية لا تقف فقط عند الشخص الذي تم إخفاؤه أو تغييبه، بل تمتد لأهله وذويه وأصدقائه ومعارفه. كيف يفسر إصرار بعض الجهات حتى اليوم على ارتكاب هذه الجريمة رغم إدانتها دوليا؟ نعم، يعني كما تفضلت، وآخر ما يعني ما حدث هو من اغتيال والد المحامي المغيب قسريا علي جاسب. يعني هذا الملف وهذا ما تفعله الحكومة، يعني هو كما قلت هو موجه ضد كل من يعارض الحكومة وكل من يريد أن يعبر عن أو يكشف المجرمين المتسترين تحت الغطاء الحكومي. الذي يحدث في العراق أن الحكومات المتعاقبة منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 تنفذ يعني مخططات الولايات المتحدة الأمريكية ومخططات إيران في المنطقة، ولذلك فهي تستمر بهذا النهج من الإخفاء القسري للمدنيين على الرغم من أنها جريمة مركبة وجريمة مدانة وتدخل في ضمن الجرائم التي ضد الإنسانية، جرائم الحرب. ولكن مع هذا الحكومة لا تريد أن تتوقف عن هذا النهج وتستمر، خاصة وأنها تنفذ أهداف أجنبية في العراق وهي مستفيدة من ذلك عن طريق البقاء في السلطات. نعم، كيف يمكن تقييم دور الحكومة في حل هذه المأساة، مأساة المغيبين، وبالتزامن مع مسك الميليشيات للأرض وسيطرتها على الأوضاع الأمنية والتي لها سوابق كثيرة في المناطق التي تسيطر عليها لحد الآن؟ لا يوجد لحد الآن أي دور حكومي ممكن أن نذكره في باتجاه هذا الملف. كما تفضلت، أصلا هي الميليشيات مسيطرة على كافة محافظات العراق، ليست فقط على المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية. الحكومة العراقية أيضا لم تقدم أي تقدم ولم تحرز أي تقدم في باتجاه هذا الملف، ومنها على الأقل إنشاء قواعد بيانات
لكل المغيبين قسريا أو من يتقدمون بالبلاغات عن أي شخص اختفى قسريا. إضافة إلى ذلك لم تقدم يعني إجراءات حقيقية على أرض الواقع مثلا التحقيق، أين هي التحقيق التي يجب أن تقوم به الحكومة في أي قضية من هذا النوع؟ أين هي الحماية التي يجب أن توفرها الحكومة لذوي المغيبين قسريا، خاصة الذين يتعرضون للتهديدات من قبل الميليشيات أو من قبل أي صنف من القوات الأمنية؟ الكثير من يعني التعويضات، أين هي التعويضات لهؤلاء الذين يتم إخفائهم قسريا؟ حتى أوراق ثبوتية تساعد يعني ذوي المغيبين قسريا، هناك تقصير واضح في هذا الملف، والحقيقة الحكومة العراقية تتعمد هذا من أجل أن تبقى الفوضى في العراق، خاصة في هذا الملف، وتزداد معاناة ومأساة أهالي المغيبين قسريا وذويهم الذين يعني وقعوا حتى هم بالتالي ضحية لهذه الحكومة وميليشياتها. نعم. إلى أي مدى ساهمت الميليشيات المسيطرة على الأرض في تفاقم جريمة الإخفاء القسري في المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية؟ يعني دور الميليشيات هو الحقيقة هو المتحكم في كل هذه الملفات. يعني شاهدنا مثلا في حالة العثور على مثلا مقابر جماعية، الميليشيات تسيطر على هذه المقابر وتمنع أي أحد من الاقتراب من أجل فتح هذه المقابر وكشف عما تحتويه هذه المقابر، لأن خاصة الميليشيات تعرف أنها هي المتهمة بهذا، ولهذا تحاول التستر والتغطية على هذه الجرائم. إضافة إلى ذلك هناك من لا يزالون أحياء وبأيدي هذه الميليشيات، والميليشيات تتحكم بمصيرهم وتحاول أن تمارس عن طريقهم الضغط باتجاه تحقيق أهدافها من خلال الوصول إلى السلطات، من خلال الحصول على مكتسبات مادية والسيطرة على المزيد من الأراضي في العراق. هناك تهديد يتعرض له أهالي وذوي المختطفين قسريا من أجل أن لا يتقدموا ببلاغات، وأن تقدموا ببلاغات فإنه يتم إنزال العقاب بهم، ويتم حتى هم بأنفسهم اغتيالهم إذا ما حاولوا التكلم وكشف هذه الميليشيات ودورها. إضافة إلى ذلك عملية تشويه سمعة كل من يتحدث بهذا الموضوع وكل من يكشف جرائم الميليشيات، هذا طبعا موضوع أصبح يعني مفضوح ويعني مكشوف لكل العراقيين. يعني دور الميليشيات دور خطير الحقيقة، ودور إرهابي يعني بامتياز، من أجل أن تبقى سيطرة وسطوة الميليشيات على مفاصل العراق، وبالتالي تحقيق أهداف الدول الطامعة بالعراق، خاصة إيران وأمريكا. شكرا جزيلا لك دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، حدثتنا عبر سكايب من لندن.